رابطة تكافؤية ثنائية أو ثلاثية كأنها زوج إلكتروني وحيد. مثال: لدينا BeCl2 تمثيل لويس، كما نلاحظ الآن Be مرتبط مع الكربون أو كلور برابطة واحدة، وبالتالي الذرة المركزية اللي هي Be عندها زوجين رابطين، يعني N تساوي 2، ولا يوجد لديها زوج حر، وبالتالي M يساوي 0. الصيغة الرمزية تصبح AX2، N يساوي 2، M يساوي 0، N زائد M يساوي 2. بما أن المجموع يساوي 2 فإن الجزيء شكل خطي.